رجعنا لكم لفقرة الضيف. وضيفنا النهاردة الحقيقة ضيف كوميديان جدا جدا جدا، أما هتشوفه وتسمعه هتضحك، وهتضحك بجد من قلبك. هو شكله كله على بعضه كده كاركتر كده، من أول شكله وشعره ونضارته يضحكك، ودانه وبقه وضحكته يضحكك. معانا النهاردة الكوميديان أيمن منصور. أهلا أهلا أهلا. أنت يا أيمن أخبارك إيه؟ بدري إزاي؟ أحب أنا الكوميديانات كده أما تجيلنا، أحس بالألفة والوحدة وإن أنا في بيتي. وأنا كمان. إزيك؟ عاملة إيه؟ أيمن اكتشفنا إن إحنا بقالنا كتير قوي قوي بنمثل. آه 11 سنة تقريبا صح؟ تعرفوا بعض 11 سنة بتمثلوا؟ من 11 سنة أعرف إيه دي. أيوه من 11 سنة تاريخ. أول حاجة كانت معايا في أنا وهؤلاء. أنا وهؤلاء، أيوه بالظبط كده أول حاجة. طب كلمنا عن اللوك بقى والحركات، أنت على طول عامل شعرك سبايكي كده؟ وهو أصلاً كمان ملوش راكور. يعني هو على طول لما كل يوم الصبح أحط الجل على شعري زي ما بيجي بقى. زي ما بيجي زي ما الجل زي ما الجل. دلوقتي لو أنت عندك مشهد في فيلم وده راكور شعرك، إزاي ترجع تظبط الراكور ده؟ بنحاول يتظبط. بنحاول يعني. الشيطاني أشعث. بنحاول ما شاء الله. وهو أصلاً الجمهور هيقعدوا يركزوا على الراكور الشعري كده كده. لا بقى ما كله على الله. على الله بقى ماشيه. طب لو جيت تعمل مثلا مشهد رومانسي هتعمل شعرك تفرقه من النص بقى ولا تعمل ولا تخليه كده برضه؟ لا هو يا اما هفرقه من النص يا اما جنب بقى. حسن الشفا عشان يبقى في خط للرومانسيه. بالظبط كده. سياق. ونمشي على الخط، نمشي على الرومانسيه. مين بقى اللي شاف فيك انك كوميديان؟ هي البداية خالص كان الأستاذ محمد صبحي، يعني دي البداية خالص. وأنا لما قدمت في الاختبارات يعني قلت أجرب، يعني نجحت في الاختبارات دي هكمل، ما نجحتش في الاختبارات دي بقى أنا ما بفهمش بقى، خلاص أتكل على الله بقى أشوف أي شغلانة تانية. الحمد لله ربنا وفقني يعني ونجحت في الاختبارات دي، فعرفت إن أنا ليا في الموضوع شوية وكده، فقلت أكمل يعني فيها. طب ما دام نجحت في الاختبارات، طب ما تيجي احنا كمان نعمل لك شويه اختبارات كده. يا ريت. يا هنعمل لك اختبار رياكشنات. هقول لك الحاجه وانت تعملها. اتفقنا. ماشي. فرحان. فرحان. زعلان. مكشر. دي غير زعلان. سعيدي. مزنوق. لبناني. لبناني؟ ايه لبناني دي؟ ايه الرياكشن الجديد؟ لبناني كده. هيك. طيب سقعان. حران. برضو متحرش. يا استاذ حمدي الوزير. ده خلاص ده المدرسه اللي بنمشي عليها. مفيش كلام. اي تحرش. لا برافو، انت نجحت في الاختبار. طب صحيح الكوميديانات بيبقوا في بيوتهم وفي حياتهم الشخصيه هادين قوي، كؤبه شويه، ساكتين؟ هما بيكتئبوا بسرعه جدا، يعني اقل هزار يضايقهم كده يعني، فاهم؟ يعني دايما تلاقيهم بطبيعتهم كده، يعني هو اللي دمهم خفيف دايما تحس ان مثلا حد يعني بيبقوا حساسين شويه يعني في ال يا ابيض يا اسود. لا ما عندهمش وسط. وصراحه جدا بصراحه جدا، واللي في قلبهم على لسانهم ما بيعرفوش يلفوا يدوروا يعني كده، يعني بيبقوا تلقائيين يعني. وفتاة احلامك اللولبيه شكلها ايه؟ متجوز. لا ما هو متجوز. احنا حافظين عشان كده قاعدين ساكتين. طيب يعني قبل ما تتجوز كنت بتحلم بفتاة احلامك ايه؟ هو الكرسي ده كرسي فتاة الاحلام دايما يقعد على الكرسي ده يسال نفس السؤال. هم نفس الاداء. السؤال ده على القهوه. هو انا كنت بحلم بعزيفه كمانجا. اه شفتي لو فتاة احلام. اللي حصل لارض الواقع. خدت جيتار جاز. كلها وتريات. انت قصدك على العزف ولا الاداء؟ الاثنين يعني. جيتار جاز وانا بتعزف جيتار جاز وجاز بقى يعني. يعني هي عازفه فعلا. بروفيشنال يعني وكده. لا هوايه يعني. هوايه. لا بتحب الاله دي هي. طب انت قلت لي قبل ما نصور ان مراتك طول عمرها عايشه في امريكا لكن هي اصلا صعيديه.
هي من المنيا اصلا يعني، أحسن ناس. يعني بس هي عاشت عمرها كله في امريكا يعني. وقلت لي كمان ان انتوا لما هنا لما بتتكلم بتعمل ميكس غريب ما بين الصعيدي والانجليزي. او ايوه بين الصعيدي والعربي والمصري والانجليزي. طب قول لنا جمله كده تركيبه يعني ممكن يلد عليك. الله يعني انت عايز انت يعني ده كويس بالنسبه يعني ده حلو. ممكن تحط بعد كده انجليزي في الجمله. ما اسالنيش انجليزي. يلد عليك. انا بتعلم انجليزي. انت بتعلم انجليزي منها؟ هي بتعلمني انجليزي الايام دي. فهي يعني مثلا تتكلم مثلا تقول لي اخبارك ايه، ممكن انا ابقى يعني مثلا انت ابقى انت اخبارك. ده يعني عشان طول عمرها عايشه في امريكا فالعربي شويه بتاعها. وما تفهمش يعني هزارنا كمان ساعات بيبقى يعني بنهزر بطريقه ما تفهموش قوي يعني كده. بس ده حلو، ده في جزء تشويقي في الجوازه دي. طبعا مش كده قرايب. لا لا مش قرايب، لا يعني احنا بنحب بعض بقالنا حوالي 7 سنين تقريبا. ست 7 سنين. وجات لي من امريكا كذا مره يعني 3 مرات. انت حبيتها على الانترنت وكده الجو ده؟ الفيسبوك. ربنا خلينا عم مارك. احنا عرفنا بعض على الفيسبوك. وانت سافرت لها امريكا وهي جات لك وكده؟ هي جات لي كتير ويعني اتقابلنا كتير قبل الجواز وعرفنا بعض كتير يعني قعدنا مع بعض كتير، وكان كل سنه بتيجي تقعد معايا شهرين تقريبا. الله. فيعني عرفنا بعض فتره كبيره يعني قبل الجواز. وانا شايف ان هي أربعة. طب ما كنتش خايف ان هي بس تطلع ست عجوزه او حاجه ولا كنت مشغله الكاميرا؟ لا عارف كنت مشغله الكاميرا. طب ثواني بس عشان انا كنت مشغل الكاميرا. يلا بقت مراته يا جماعه بقى خلاص. لا طب عشان بس انا عايز اسال سؤال محيرني. انت تعرفت عليها على الفيسبوك؟ كانت كومن فريند يعني بينك وبين حد او يعني لا شقطه من عند صاحبها. يعني لا هي عملت لي اد يعني ما تعرفوش بعض خالص. ما كناش نعرف بعض. وانا شفتها واعجبت بيها يعني، طريقه كلامها والحاجات اللي كانت بتكتبها انا كنت بحبها. معجب بطريقه تفكيرها. فبدات انا اللي كلمتها في الاول وكنت عايز اعرفها اكتر وكده. ففي كام سؤال كده يعني معين بيتسالوا يعني يعني كل واحد بيبقى ليه فتاه احلامه في خياله ايه يعني. فعرفت ان دي ينفع انها تكون مراتي يعني. تصدق ايه الاسئله طيب كده قول لنا؟ يعني عرفت ان هي صريحه ما بتعرفش تلف وتدور. اللي في قلبها على لسانها. كل ده من على الشاتنج عرفت؟ كل ده من على الشاتنج عرفت. لما بيبقى ما بيقول الاثنين صراحه ما بيمثلوش. ايوه بيبقى الموضوع ما يخرج من القلب. يعني برضه مش هتكلم عن نفسي كتير برضه. الطيبون للطيب يعني. لا انت شجعتني كده. انا في واحد بقاله كتير عم اسمه عصفور حزين وبان مسكين هعمل له اجوه وابتدي اتكلم معاه. يمكن المسيب يجي معايا فيسبوك يعني. يمكن مين عالم عشان يبدا حاجه كويسه معاك. اتكل على الله. طب احنا كنا بنتكلم النهارده في الحلقه عن الاغاني اللي احنا بنسمعها غلط. ايه اغنيه مثلا كانت زمان كنت دايما بتسمعها واكتشفت مثلا انت كنت بتسمعها غلط وبتسمعها حاجه تانية خالص؟ ايوه اغنيه الصمت الرهيب بتاعت ام كلثوم. هي اغاني ام كلثوم يعني كانت يعني في حاجات فيها كلام ما كنتش بفهمه يعني. كان في حاجات بفهمه غلط. هو في الايام دي اصلا اغاني لو انت قفشت كلمه فيهم يعني يبقى انجاز. فاهمه يعني مش حلقه اصلا مش كلمه غلط. ده اصلا مش عارفين يعني الاغاني نفسها بتقول ايه اصلا. يعني اغنيه مثلا بتاعت صفاء ابو السعود بتاعت سعد نبيها دي كنت بتسمعها ايه؟ بتاعت ايه؟ سعد نبيها. احنا كنا بنسمعها بيخليها باين ولا حاجه. صح بيغليها بيغنيها. ايوه دي بتجي بيعليها. سعد نبيها بيحليها ذكرى جميله بعد العيد. اهلا اهلا بالعيد. ما انت بتغني اهو. بغني دايما كده. اهلا اهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد. ده مهرجان ده مش ايمن يعني هنضطر نختم الفقره للاسف. كنا عايزين نقعد معاك اكتر من كده. زوري اهلا. بدات تسكت ليه؟ ايه؟ انت سكت ليه؟ لا انا برمي السؤال واسيبهم بقى يكملوا. صح؟ هي بدريه كده. ايوه تقيله الرزانه في الاداء. دياب. ايوه مش شايف يا ابني البلوزه. ايوه الصرف باين. العكس باين. نورتنا يا ايمن. الله يخليك. انا مبسوط ان انا شرفتنا. الله يخليك. ويا رب مراتك تتفرج على الحلقه. ان شاء الله هي الطبيعي انها بتتفرج يعني. ابعت لي اللينك بقى عشان معاك. حاضر عيني. مشاهدينا لغايه هنا خلصت فقرتنا وحلقتنا. تصبحوا على خير. انتي مسرة؟
تعملي لنا ده انا مش هقلب لكم لازم تفرحوا بيكم بقى يا ولاد. خلاص يا حنكة يا مالك. طب الشمال واعوض. بطلتوا تعملوا أي رياضة خالص؟ لا هو بيعمل. تعملوا رياضة اللعب في الودان. أنت بقى اللي تحطي البنة في بقك وتشدها غبي. تشدها غبي. نسمع بقى حاجة. كده. بس تبقى نمسك عليها. ناري 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 من جناله ناري يلا هندي جرانه دودو صوته وعوده وضحكته حبيبي ده قربت منه عشقت ده شفتوا الحسنه بتنفع ازاي؟ حبيبي ده ابو لك جاكوني ناري 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 يلا ها ناري ناري اي حاجه ها انا فاكره ساري ولي بولاكار دي انا كنت حافظه لا وبعدين بصي لما كنت بقعد اقول يا ترى بولاد دكرون ولا بولا ابو العيلة لا ولازم لما نغنيها نرفع صوتنا امال ايه كلهم صوتهم رفيع فايه